لو سمحت يا دكتور، انا ايوه ابني عنده 8 سنين ايوه ولحد دلوقتي ما بيتكلمش غير يعني كلام كده بسيط يعني، اه ووديته يعني لكذا دكتور يعني مخ واعصاب، لكن ما حدش طلب مني خالص اني اعمل له اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي او اي حاجه يعني. هو الولد ده ذكي؟ لا انا عملت له الاي كيو بس طلع نسبه الذكاء بتاعته يعني من 50 لـ70%. اه طيب، ما حدش طلب منك رسم مخ ولا اي حاجه؟ لا انا عملت له برضه حجامه يا دكتور بس ما كملتهاش يعني، عملتها له يمكن 3 مرات حجامه في مكان هنا في الراس يعني، بس برضه ما جابتش نتيجه. وعندي ابني التاني برضه 4 سنين برضه مش في الكلام، برضه مش قوي برضه. طيب هو ما بيتكلمش خالص وبالتالي ما بيحفظش وكده لا لا هو بيتكلم بس يعني ممكن يقول كلام كمان يعني ماما وبابا يقولهم بطريقه عاديه وعدله كده يعني، لكن طب في كلام تاني ما ينطقوش خالص يعني. هو 8 سنين من غير انه بدا يكتب، من غير في المدرسه امي ابي كده يعني. بس يعني بدأ يكتب؟ ايوه بدا يكتب. اه يعني ممكن يكتب، في يعني هو مهارته في الكتابة أحسن من الكلام. يعني هو بدا كويس يعني، هو في شيخ ما يجيله في البيت يعني استاذ كده بدا معاه يعني، بس هو صعب في يعني مش ما يتقبل الامر ببساطه يعني، ان مش ما يتكلم يعني بالعافيه قبل ما يكتب يعني. تمام، ايوه شكرا لاتصالك. هو طبعا بالنسبة لحالات تأخر النمو وتأخر الكلام بتبقى من الحالات اللي هي بتحتاج لوقت في العلاج شوية. الاي كيو اللي هو الانتليجنت كوشن او بنقول عليها معامل الذكاء بتقول لي حوالي 50%، فطبعا المفروض في الطبيعي بتزود عن 80 90% لغايه 100 120، فبنقول انه هو عنده شويه تاخر في النمو او في الكلام. في الحاله دي احنا محتاجين كذا حاجه عشان نسرع بهذا النمو ونحسن نسبه الاي كيو شويه. هنعمل ايه؟ هنديله معلقه عسل نحل كل مثلا 3 4 ساعات، او يعني على الاقل معلقه عسل نحل الصبح وبالليل. وايه كمان؟ وبندلك له دماغه وفروه الراس، وبندلك له الاطراف بزيت زيتون، ونقعده في شمس الشروق او الغروب حوالي نص ساعه، او يلعب يعني يلعب في شمس الشروق او الغروب نص ساعه. وايه كمان؟ بحرص عليه ان الدوره الدمويه بتاعته مع التدليك مع الشمس مع العسل مع كذا انها تتنشط. في ناس دلوقتي بيجربوا سم النحل جرعات الاطفال، جرعات مخففه في حقن مخففه، انها بتساعد جدا على التوصيل العصبي وبتساعد جدا على سرعه الكلام، بس برضو بقول الموضوع بياخد وقت مش اقل من سنه سنتين على بال ما بوصل الى نتائج، لكن على الاقل بحسن الدوره الدمويه، بحسن المناعه، بحسن الاداء العصبي.